ما في شيء. يا الله الغلطه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد، حلقه جديده عن ارك سيرفايفر. راح نكمل كنا عم نعمل فيه بالحلقات السابقه ان شاء الله، بس راح احكي لكم تفاصيل اكثر عن عم نلعب لانه في عنا شغله كثير حاصله. تمام، خلينا نبلش. طبعا مثل ما انتم شايفين بدايه، انتم شايفيني في مكان لوكيشن جديد، بيت صغير. ليش؟ هو شيء ليش؟ تمام، ليش؟ لأن البيت اللي أنا كنت عامله أول مرة هاجمت، نمت، فقت الصبحيات، الحيوانات كلها روضت. طبعاً ما صورت لكم، يعني كنت على أساس تاني يوم الصبح بس أفيق أصور فيديو مثل الوقت يعني ونزل لكم يا يوتيوب، بس فقت الصبح لقيت كل شيء متدمر وأنا مقتول وكل شيء متكسر. فالمهم دخلت معي حسين، بعثت له وقلت لكم انا بعثت له قبل حسين وقصي، وفي شاب ثالث اسمه هاير راح يدخل معنا، بس اليوم هلا ما انا موجودين لاني انا فتحت بكير الصبح. وصدقا امبارح تعبنا كثير انا وحسين، يعني بجد الشباب لسه ما بيعرف قصي وهاير اللي عم سويناه نحن. فحسين الله يعطيه الف 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 عافيه، بجد تعبنا كثير امبارح. المهم مثل ما كان شايفين في عنا هون البيت فيه شوية أغراض عملنا جايبينها، بس مو هون المفاجأة الكبيرة، رح فرجيكم إياها. طبعا هون نحن عملنا هذا البيت هيك مثل ما نقول شيء مختصر، لأن قلنا بدنا نغير اللوكيشن، مكشوفين نحن يعني كان صايرين نص جزيرة وفوق، مو بس مكشوفين، كل ما بدنا نروح واحد بده يجي بضيع ما بيعرف وين البيت. فالمهم مثل ما انتم شايفين هون عندنا الخزن مليانة تقريبا، بتقول فيها كل شيء، بس هذا مو شيء والله. في شغله ضيعناها جدا 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 بغلطه كبسه زر مثل ما يقولوا، في هذا لازم نطلع في شغله اللي عملها. نفتح الباب نشوفه، شوفوا يعني شوفوا الموقع البيت، يعني اتس اوكي ولا بمواجهكم اللي برا. في هون عاملين نسمتي، حتى شوف البيت ما عاملينه متعلم الناس حتى يدخلوا من هون، عرفتوا شلون؟ بس ما نخايفين. ليش؟ ليش؟ نشوف شو في عني. عندي تنين 267، تنين 240، تنين هذول عاملينه سربيس هذول الصغار. اوبر كان في عنا كمان تنانين، وينهم؟ هذاك واحد 232 شكله هاجم على حدا، خلينا نرجع على البيت. حتى شوفوا التنانين كمان لسه في معها اغراض، شايفين شلون؟ والاهم من هذا كله مو الاغراض، انتم لا تدققوا على الاغراض، دققوا على شيء ثاني. وين راحت التاتش؟ يعني هون الغرض بتضيعه راح التاتش، ما بعرف وين صار. المهم جنبيت تمام، هون هيك احسن عشان نغطي الواجهه اشرف. المهم مثل ما انكم شايفين هي التنانين هون، وحاطين هون هي كان، بس هي اتوقع رح تطفي لانه ما ضل فيها بطاريه. شوفوا البطاريات فضيت وانشيكت عليه هون، فرح رح تطفي خالص هي كمان. طب انا رح اخذ البطاريات الموجوده هون واروح اشحنهم ونورجيكم الموقع لوكيشن الثاني. هنا هو بترادون، هذاك 77، هذا 88، بس خلينا نحط شوي من الاغراض اللي معي. ما معي شيء غير هذول. تمام، قبل ما اروح نشحنهم انا بنورجيكم الشيء الثاني اللي عاملينه. طبعا احنا اجينا هون، طبعا هذا اللوكيشن مبدئي، ما هو اللوكيشن الاساسي اللي احنا اجينا لعندهم. راح افرجيكم اللوكيشن المهم، اوبترا، هذا هو اللوكيشن. طبعا هذا اللوكيشن انتم شايفينه لواحد، تمام، وكان في هون في مثل هذول هاي اللي بتضرب اول ما تدخل، بس حظنا لما اجينا الكهرباء خلصانه في هون. شوفوا هذول هن الجنريتر، الغاز فيهم فاضيين، فلما فضيوا كسرناهم واخذنا كل شيء فيهم. كان في هون شو اسمه فرج كبير، فرن كبير كان موجود وكسرنا. طبعا هذول شغلات بسيطه كسرناها، بس مو هون المشكله. المشكله بهذول العواميد عذبونا كثير 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 حتى نقدر نبني. وامبارح ضلينا تقريبا 4 ساعات بنحاول انه نكسرهم ما قدرنا. المهم لانه بدهم سيفور كثير وبدهم موارد كثير، فقلنا خلاص تركوا لبكره لانه خلاص تعبنا مره تعبنا. طبعا انتم شايفين ايش عم بلم؟ اكيد شايفين. بتعرفوا ايش في عندي هون؟ شوفوا. القولي نظرة على هذا شوي، ليش هي لونها بيضة؟ شكلها خلص عمرها هي. المهم شوفوا لي هاد، اسمه جوتشي. جوتشي حسب ما فهمت من حسين جاي من غير لعبة او من غير ماب جايبه لهون. هو جد منظر خرافي، وحسب ما فهمت منه انه هذا جحشنال، بس هذا يعني هيك شغلته. بس بنقول شوف الاغراض اللي مع جوتشي، تفرجوا بترادونات. طيب ايش عم بيستخدم هذاك البنترادون لايف حاله؟ هلا بنشوف البترادون، بنقينا بترادون كويس وننزله معهم.
هون عندي اغراض، ايش بدك فيه؟ كل شيء شيء خرافي صراحه. شوف حتى في جناح، بس المشكله احنا عندنا مشكله الوزن، انا بدي اركز على الوزن ارفعه. طبعا هذا لسه ولا شيء فيه، كان واحده من الخزن فيها لسه اغراض اكثر من هدول بعشرات المرات. بس المشكله كنا حاطينه ام حسين كبس الزر بالغلط، فجرني وفجر حاله وقتلني وقتل التنين، وما كنا حاطين تحت لين لسه اول وصلتنا لهون، وكنا جايين بس بدنا نكسر بسرعه ونحتل المكان. ف مثل ما يقول بهدلنا. طلعنا عم نفتح ونشوف شو بيطلع لنا. طلع لنا من هاي، طلع لنا من كريستال 89، طلع لنا كمان كريستال، طلع لي كمان اوه طلع لي بوابه نايس، طلع لي كريستال فاضي، كريستال لا والله مو كريستال، مو كريستال يعني اتس اوكي. طلع لي بوابه كويسه يعني هلا نستفيد منها نبنيها هاي، نتركها هون خلينا نحطها مع بوتشي هون كمان. اتوقع هيك تمام، بس خلينا ناخذ معنا بيكاكس هي تذكر. طبعا هلا بننقي لنا حيوان بترادون، مثل انا مناسبه لهذا الموضوع. طبعا هون عنده بترادون 271 شيء خرافي جدا، 254. طبعا انا حسب ما نتوقع يعني هذا البيت الاول لسه، هذا المكان هذا الثاني الجوتش الثاني هذا مليان رصاص وشغلات ثانيه، يعني ما تقول مو اقل مهميه بس يعني لا اتس اوكي نو بروبلم. بس ولكن احنا حسب ما نتوقع هذا مو مكانه الاول، لان هون ما كان نايم، كنا بدنا نعتقله صراحه، بدنا نحط في ايده كلبشه، لان كنا جايبين معنا كلبشه كمان مشان نحطه بيون، بس ما لقيناه فهون تركناه. نحن هذول نزلناه مشان ايه؟ مشان حمايه الموقع يعني بحال انه اجى، عرفتوا شلون؟ في حال انه اجى بده ياخذ شيء او بده يقرب على شيء ففورا يهجم عليه وبيقتلوه، لاني ما قدرنا نبني اي شيء حواليه. فراح نزل البترادون هنيك واخذ شوية اغراض واروح افرجيكم الشيء الثاني الموجود عندنا صراحه، مو بس هذا. خليني اروح هلا اروح اشحن اول شيء البطاريه، اروح اشحن البطاريات اول شيء مشان نحطه للجهاز لحد يجي يغدرنا ونحن ونايمين وما لنا منتبهين وسهلين على زي اقول المثل، ونرجع تقريبا انك تقول على الموقع تماما، بس ولكن هو اللوكيشن فوق بالجبل، فلازم نطلع الجبل اشوف فوق ان شاء الله نوصل عنده. طبعا انا بقدر اروح القاعدات الاكبر واسهل، بس يعني هي اقرب لي. ما في شيء يا الله الغلطة، نعم اسمعوا لك تقول بالكم سيجي حسين والله لا ادوكم تقتلوني. طيب منيح ما معي شيء مهم، بس لا البطاريات يا الله كنا اخ ليكن اغراضي. ايوه شايفين المدرع اللي بيني هو هنيك، فراح الف من ورا. حلو فز وين الموقع يا ابن الذين، يعني ابركونا ريح. والله في النار شقد مدى دفاعات قوتها، ولا خلي 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 بس اخذ اغراضي. والله ماني زعلان غير على تنزيل. سوف ادبك يا كلب، بس خلينا نحفظ اللوكيشن تبعه، نعمل له صورة. تمام. ومنكمل طريق صعودنا إلى الأعلى لحتى نلاقي إنه اللوكيشن غلط، هو لازم يكون هون بالمحيط. بس هو ماله بالمحيط ولا هذاك هو، واخيرا لقيته. بدنا نشحن البطاريات ونرجع نحطهم بالبيت، وبعدين بنروح نفرجيكم المعتقل خاصتي. ان شاء الله بيشحنوا كلهم سوا ولا بيشحن واحد. اوه نايس الكل يشحن سوا ممتاز، يعني ما نطول وقت. تمام
اي عبينا كله خلينا ننقل عنا الشنطة، ولا بنروح ناخذ البترادون مع بطنا. والله خلينا نقول صفر بنتي. تمام، نروح على البيت، ما عرفنا موقع البيت بشكل سليم، فالحمد لله وصلنا البيت بشكل امن وكامل والجهاز صوته شغال. ستوب 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 دروب. طبعا هاي شرفت على الانتهاء، وفين حطها هون. والله هيك تقريبا تقدروا تعدوا انه امورنا تمام ان شاء الله. هلا بنروح الى الموقع الثاني اللي كنا رايوين نروح عليه، البترادون. هذا هو البترادون، او ليش صحيح انا اروح بالجبل؟ طول بالك، ليش اروح بالجبل؟ ليش اروح بالبترادون؟ اورجيكم اياه. انا هلا صرت قوي على اروح استدرافل. لقد تم تدمير تختنا الان، وتم الهجوم علينا بنجاح. فهذا اكيد 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 الرهينه راحت من ايدنا، بس انا راح ارسبن قريب من البيت لانه الرهينه راحت من ايدي، فراح ارهن ارسبن قريب من البيت واشمش مين هو وشوف الرهينه اللي كنت انا رايح اورجيكم اياها. صراحه في كم بنت حاط زينها او معتقلينها راحت من ايدنا، وشوفوا غالبا بده يرجع البيت. ليش؟ لان البيت مليان اغراض، فراح نسطيله، بس نسينا نجيب اسهم مقدره. وليك البيت مقابلي، مالي شايف حدا موجود بالوقت الحالي. اسويله هذا الكلب. والله مو عارف اشياء، بس اذا مكسر. اخذ هون في كان شو اسمه، هاي القروص اللي لونها مبنيات مثل القرن اللي بيستفيدوا نفس الاشي، اخذن. اتوقع غالبا حيرجع، غالبا. والله اتوقع لكم غالبا. هلا ذاك التنين اذا له صاحب فاذا هو مسك سبايس كلاس. ما معي، وين قبيلتك يا غالي؟ قلوب لوار 29. شو بدنا نقتله؟ هو معصي الغبية. شو ما يأسلحة أقتله؟ والله في عندي طريقة أقتله، تعرف شنو؟ أروح أي برد حال، أروح أروض هذا الكبير وأرجع. المهم anyway، أنا في كل حال انتقلنا من هذا المكان احنا أساسا ما بنبناه، هو اجى في نهاية المعركة، بس اكيد ما راح ننسى له اياها صراحة، وما راح نخلي ولا واحد بالسير. بتعرف شو راح نعمل فيهم؟ راح نقتلهم، ما راح نقتلهم قدر، بس بدنا نلاقي طريقة اللي ننتقله، شلون ننقله بكل سهولة بسهولة. يعني بس اعتقلناه ونومناه، فنبطل نقدر نتحكم في عملية سيره صراحة، نتعذب بالسير تبعه. وبكون هون وصلنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله بالفيديو الجاي البيت اللي قتلني راح نحاول أحاول إني أضل عم بسجل، حتى لو شفتوا إنه المونتاج مو كثير يعني، بس حضل مشغل كاميرا التسجيل والتسجيل الشاشة، عشان بس رحنا سرقناه أو رحنا اعتقلناهم الموجودين هيك ودمرناهم البيت ونصور لكم إياه. وبحاول ندور على هذه القرن الألفة، إذا لقيناه راح نروح نحارب تك إن شاء الله، ونحاول نحاول نحارب البوس. طبعا بهذاك الحكي ان شاء الله نشوفه بالفيديوهات الجايه. طبعا بس حبيت افرجيكم هاي التقدم اللي عملناه هون، او الشيء اللي صار هون يعني صراحه. يعني صار عندنا بيت محترم، موقع لوكيشن ممتاز، هي شغاله هون من الاول. طفيت، لا شغل، خليك شغال، مو خليك شغال. طبعا هون مثل ما شفتوا شو عندنا، مثل تسوني بثواني، وهذا نفس الشيء، اي حدا راح يلمحه راح يمسك رصاصه يقتله في ارضه. يعني هون لازم يعطيني بيقول لي اللوكيشن تبعه وين. المهم ما راح العب فيه، انا جاي بحط له كود، حط له كود عشان تطفي. ريدي تو فاير ان خالص، صار جاهز يعني. طيب تمام،
تمام. المهم مثل ما انكم شايفين، ومظبطين الوضع كله تمام، رح نترككم ان شاء الله بس يجي حسين. هلا اليوم رح نكمل، رح نحاول انه ندمر الموقع اللي فرجيناكم اياه فوق ونظبطه، نبني فيه البيت اللي بدنا اياه ونجهز سي فور، وان شاء الله اليوم بالليل بنحاول نهجم على هذاك الشخص اللي توني قتلني، بالرادر، لانه قريب منا فلازم نحن نقضي عليه. ما رح نقتله، هو رح نفجر البيت او رح نكسر له هدول الدفاعات، وبعدين رح نحاول نفجر الباب وندخل منه ونعتقله ونجيبه ونحطه هون ونسجنه عنا في القبيلة ان شاء الله. فرح نترك هذا الحكي ان شاء الله بالمستقبل. طبعا هذا انتم شايفين هذا البيت رح يصير شبه معتقل، مشان اي حدا يجي ما بيعرف ايش فيه، بيجي فيكون على شكل معتقل، عرفتوا شلون؟ فمنظبطه اكثر من هيك، نبني حيطان اكثر، يعني حتى اذا اجى شخص معه 10 و15 سي 4 ما يقدر يفجر البيت، يضل يدور كثير كثير كثير، وما راح يكون فيه شيء، ما يكون فيه غير ناس مسجونه. المهم بس anyway، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، لا تنسوا من اللايك والاشتراك، وصلنا كل يوم جديد حلقه جديده الساعه 6. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.